مع سندة الأطام مراسلة قناة الوكالة نيوز، ومعانا الدكتورة منال محمد عطية استشاري جراحة الفم والأسنان. هتكمل معانا موضوعنا عن فيروس كورونا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت إن الفيروس وصل للرئة وحرارة الجسم ارتفعت ليه، وإن ليه فاتت الرئة السليمة النظيفة. هنتكلم النهاردة بقى عن حاجة كلنا بنعانيه، الاستريس الرهيب اللي احنا عاملينه على نفسنا والرعب الأزلي. ما في خط رفيع قوي بين ان انا احافظ على نفسي وان انا ابقى مرعوب ونفسيتي تعبانه، وده انت لو مت مش هتلاقي فينك، وده انت لو مش عارفه جالك الفيروس انت مت بكره. والناس عماله تكتب وصاياها يا جماعه على السوشيال ميديا. الفيروس ما بيموتش في اغلب الحالات غير الناس اللي عندها مرض واثنين وثلاثه مأثرين على المناعه تاثير جامد، عشان زي الخطوه اللي قلت لكم المره اللي فاتت ان احنا بدات الجسم يعمل اجسام مضاده ويعمل مناعه ضد الفيروس، فالناس دي مناعتها ضعيفه، فبالتالي احنا بنطلب منهم بس انهم يحافظوا على نفسهم اكتر. مش بنطلب منهم بقى يبداوا احنا متنا واحنا خلاص واذا اله واذا اله راجعون، لا، في حاله نفسيه كل ما تتدمر بتدمر المناعه معاها بتاخدها وتنزل. عشان كده في امراض كتير قوي عندنا، مثلا الناس بتعمل اوبن هارت سيرجي بيقول لك خطوره الحاله النفسيه بعد العمليه اوحش من خطوره العمليه. الناس اللي عندها اي مرض مزمن اول ما بيخدوا الصدمه الاولى او حتى الكانسرز بتاعت الشر او الناس بتاخد كيمو، اول تجربه ليهم انهم عندهم المرض بتنزل مناعتهم بنسبه كبيره جدا بتخلي مقاومتهم. عشان كده ناس كتير قوي انا من ساعه ما اكتشفت ان عندي مرض وانا صحتي في النازل، لا، وحضرتك حالتك النفسيه اللي في النازل تاثرت على مناعتك. فنحافظ على برضه حالتنا النفسيه ونحافظ على الخط الرفيع بين الاهمال وبين المحافظه علشان نحافظ على حياتنا. زي ما قلت الحياه منحه من عند ربنا، يا تحافظ عليها يا تخسرنا كلنا، والقرار قرار.